اختار 10 دول أوروبية في متوسط الكثافة السكانية وفق إحصائيات أمريكية لسنة 2021. هنا بنتكلم عن متوسط الكثافة السكانية في كل دولة، اللي هي معناها عدد السكان على مساحة الدولة في كيلومتر مربع، يعني تقريبا متوسط عدد السكان في كل كيلومتر مربع من مساحة الدولة. الإحصائيات هنا وفق إحصائيات أمريكية لسنة 2021. في إحصائيات تانية ممكن تكون الأرقام فيها مختلفة عن الأرقام في الإحصائية اللي احنا بنتكلم عنها دي. في المركز العاشر ألمانيا، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 224 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. في المركز التاسع ليختنشتاين، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 246 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. المركز الثامن لوكسمبورغ، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 247 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. في المركز السابع بريطانيا، أول مملكة المتحدة، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 271 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. في المركز السادس بلجيكا، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 386 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. المركز الخامس هولندا، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 417 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. المركز الرابع سان مارينو، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 565 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. المركز الثالث مالطا، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 1459 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. في المركز الثاني الفاتيكان، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 2041 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021. المركز الأول في الصدارة موناكو، بلد متوسط الكثافة السكانية فيها حوالي 15612 نسمة لكل كيلومتر مربع منتصف عام 2021.